يقول بأن لي أخ مريض وطلب مني أن أعمل له فريضة العمرة، فهل يجوز لي ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه لا يجوز التوكيل في فرض الحج ولا في فرض العمرة إلا عند اليأس من مباشرتها. فإذا كان هذا المرض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه واستطاعة هذا المريض أن يؤدي فريضة العمرة بنفسه، جاز له أن يوكل من يؤديها نيابة عنه. أما إذا كان يرجى شفاؤه فإنه ينتظر ليؤديها بنفسه. الله الموفق. نعم، جزاكم الله خيرا.